ما هو السحر في نظر قداستكم؟ هل هو حقيقة أم خداع؟ وإن لم يكن حقيقة فكيف يقول المسيح عن المرأة المربوطة إنها ربطها الشيطان 18؟ السحر هو عمل من أعمال الشياطين، وممكن اللي بيشتغلوا مع الشياطين يشتغلوا بقوة الشياطين في السحر. ووردت عبارة السحر في قصة موسى النبي مع سحرة مصر، موجودة في سفر الخروج، وكانوا بيعملوا حاجات عجيبة يعني بقوة الشيطان. لكن هل يوجد حاليا سحرة حقيقيون بيشتغلوا مع الشياطين بجد؟ ده سؤال. وهل لو وجد هؤلاء هل لهم سلطان على الأشخاص المؤمنين اللي عايشين مع ربنا؟ ولا كان السحر زمان أيام عبادة الأصنام وكان لهم تأثير؟ كل دي مسائل عايزة تفكير. وفي سفر الأعمال نجد أنهم أخذوا كتب السحرة وحرقوها، يعني كان في سحرة بيشتغل، فدول بيشتغلوا بقوة الشياطين. لكن إلى أي مدى الشيطان بيقدر يشتغل دلوقتي بعد أن ربط؟ يعني